التحقيقات متواصلة لكشف هوية منفذ ذبح الصحفي الأمريكي جيمس فولي، ووسائل الإعلام المحلية في سباق للانفراد بتأكيد هوية هذا القاتل الملقب بالجهادي جون. مختلف الصحف أشارت إلى احتمال أن يكون عبد المجيد عبد الباري ذا الأصل المصري المشتبه فيه الرئيسي في هذه العملية البشعة. السلطات لم تؤكد ولم تنفي هويته، لكنها تبدو قريبة من تسميته. أعتقد أننا قريبون من كشف هوية الذابح، لكننا لسنا في وضع يمكننا من تأكيد من هو هذا القاتل. المحققون يستخدمون تكنولوجيا متطورة جدا، منها نظام صوتي لتحليل نبرة منفذ عملية الذبح لمعرفة من هو هذا الشخص، والأمر لا يقتصر فقط على قاتل واحد، بل هناك مجموعة أخرى من المشتبهين. ونشر خبراء أمريكيون وبريطانيون في تقنية التعرف على الوجه صورة اعتمد فيها على عيني الملثم المطلوب والرسم الثلاثي لوجهه، وركزت اهتمامات الصحافة على عبد المجيد عبد الباري مغني الراب الذي انضم إلى داعش قبل أكثر من سنة، ونشر صورة له في تويتر وهو يحمل رأسا مقطوعا في سوريا. وتلت هذا النشر مداهمة نفذتها شرطة مكافحة الإرهاب لمنزله في غرب لندن وإغلاق حساباته في شبكة التواصل الاجتماعي، لكن تنفيذ بريطاني جريمة النحر لم يكن مفاجأة للمختصين في متابعة الجهاديين الذين سافروا إلى سوريا والعراق للقتال. عدد كبير من هؤلاء الشبان يعتقدون أن الطريق الوحيد ليعيشوا كمسلمين هي إنشاء دولة إسلامية، وليس غريبا أن يختارهم الجهاديون للقتال. معروف عن عبد المجيد عبد الباري أنه ابن المصري عادل عبد الباري الذي له سوابق مع الأمن المصري، كما أنه متورط في تفجير سفارتي أمريكا في كينيا وتنزانيا كما تدعي السلطات الأمريكية، وسلمته بريطانيا مع أبو حمزة المصري إلى قضائها لمحاكمته قبل أكثر من سنتين. مصطفى زارو، العربية، لندن.